تجلى عطره الفواح حوار يجمع الأرواح. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. الإنسان دائما يبني تصرفاته على ضوء معارف. مجرد التشبيك هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لأصابع معاذ خير عند معاذ من الدنيا وما فيها. النفس البشرية والتي هي مناط التكليف غالية، ولذا جاءت الشرائع بحفظ. قول أحد العلماء المعاصرين إن ما تشاهدونه من ملايين الكتب من التفسير والفقه والحديث والعقيدة وصول الفقه وصول التفسير أتت من عند أمين لا يقرأ ولا يكتب. المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. والله سبحانه وتعالى بيّن أن قصصه أحسن القصص وأجمل القصص وأكمل القصص، قال نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني اترك قصص الناس ورواية البشر لأنها وهمية ولأنها تسكر العقل بخمر الكذب والخيال. فنذر إن شافه الله أن يصوم 7 أيام، فشاف الله الحمار فصام 7، ولما انتهى خرج في اليوم الثاني وإذا الحمار ميت. فقال هو في نفسه هكذا يفعل بي، هكذا أصوم بعد يموت والله إني أختصمها وأحسبها من رمضان، يخصمها من رمضان الجاي. لما أتى رمضان صار 3 أشهر. لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا رمضان أقبل إن قلبي متعب. حوار الأرواح الجزء الثاني مع الدكتور عائد القرني، ويحاوره الشيخ سعيد بن مسفر. هذا البرنامج يأتيكم في هذا التوقيت. كرم وجود تائب ومهذب.